الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع حساب التباين المشترك covariance والتباين variance والارتباط correlation بين المتغيرين. فإن شاء الله يعني يكون واضح الشرح هنا. لاحظوا لي هاي الآن الرسومات البيانية، هاي الآن متغير XI مثلا، أي متغير العمر سنوات التعليم مرتبطة بمتغير آخر الله أعلم ما هو، أوكي. فلاحظوا لي الآن كلما زادت X ارتفعت Y، ما يعني بأن الآن التباين المشترك موجب القيمة. لاحظوا لي اثنين بيرتفعوا مع بعضهم البعض. أما في هذه الآن هنا خليني دعني أرسم بعض الأشياء بس أوضحها هنا. إذا هنا الآن تباين، لاحظوا لي تباين موجب قيمته، في حين إنه الآن يعني بمعنى آخر موجب، بمعنى لو إنه الآن يمكن تمثيلها على شكل خط، الآن بطلع يعني الخط بمر بين هذه النقاط. أما هنا التباين المشترك سالب القيمة، لأنه بسبب طبعا انه كلما ارتفعت قيمه اكس اي الان هي اكس انخفضت قيمه واي، وبالتالي يمكن تمثيل على شكل خط مستقيم. هنا سالب الميل، هنا موجب الميل، هذا سالب الميل. في الحاله الثالثه اللي بشرحها هنا بهذا المقطع، انه لاحظوا لي ليست هناك علاقه بين اكس واي. هنا ترتفع اكس فتنخفض واي وترتفع واي، وبالتالي يعني أخذ الشكل سيركلر أو دائري، ليس هناك علاقة بين المتغيرين. لنفترض يعني حتى نثبت هذه المعلومات أو هذه الأفكار بأرقام وكميات، نفترض وجود البيانات الآتية عن مستوى التعليم اكس اي، المتغير اكس اي هو مستوى التعليم بالسنوات لرب الاسره، لرب مجموعه من الاسر. الان اخترنا 15 اسره او 15 اسره، ودخل الاسره واي اي بالالف دينار. لاحظوا انهم بالسنوات، هنا اكس اي بالسنوات، ودخل الاسره بالالف دينار، وهنا عدد الاسر. لاحظوا الاسره الاولى الثانيه الثالثه وهكذا. فلاحظوا لي الاسره الاولى رب الاسره حاصل على فقط على سنه واحده من التعليم، دخله السنوي 3000 دينار. أما الأسرة الثانية فرب الأسرة حصل على 5 سنوات تعليم، دخله السنوي 7000 دينار. الأسرة الثالثة 3 سنوات من التعليم، الدخل السنوي لها 6000 دينار، وهكذا إلى أن ننتهي من الأسرة الخامسة عشر أو الخامسة عشر. فبكون عدد يعني أو عدد سنوات التعليم لرب الأسرة هنا 27 سنة، فالدخل تبعه كان 30000 دينار بالسنة. كمثال فقط، هذه يعني لا تهمنا الأرقام والباب، بتمني الفكرة. يعرف التباين المشترك، هذا التباين المشترك هو اختصاره كوف، اللي هي covariance اختصارها، بين X و Y تساوي حاصل قسمة ماذا؟ مجموع الفرق. الآن الفرق بين XI ومتوسطها، هذا فرق مضروب بالفرق بين YI ومتوسطها. لاحظوا لي XI هو الآن سنوات التدريس أو التعليم لرب الأسرة، أما YI الآن هو دخل الأسرة. وبالتالي لاحظوا لي هنا XI مطروح منها متوسطها، مضروب في YI مطروح منها متوسطها، مقسم على نون ناقص واحد. هلا لأنني أتحدث عن عينة، هنا عينة عشوائية، أرجو الانتباه أحبتي الطلبة المتابعين، هذه عينة، فلذلك لا نقسم على حجم يعني على حجم العينة، حجم العينة ناقص واحد مطروح منه، لأنه في عندي ما يسمى الآن هنا المتوسط وهذا المتوسط، وبنسمي هذول النون ناقص واحد درجات الحرية أو degrees freedom. إن شاء الله في درس لاحق بإذن الله ببينها لماذا يعني تم التقسيم ليس على نون له حجم العينة، بل على نون ناقص واحد. الآن طبعا في هذا هذه المعادلة X bar ترمز إلى متوسط المتغير و XI، و Y bar ترمز إلى متوسط المتغير YI. نقوم بحساب الوسط الحسابي المتوسط، اللي هو المتوسط المتغير اللي هو الوسط الحسابي نفسه للمتغير
اكس اي كما يلي، هلا اكس بار تساوي حاصل جمع الاكس اي كلهم قسمات على نون اللي هو حجم العينه 15 عليه. فلاحظوا الان 1 زائد 5 زائد 3 يعني من هنا الان 1 زائد 5 زائد 3 زائد 7 زائد زائد حتى ننتهي 25 زائد 26 زائد 27 بنجمعهم كلهم قسموا على 15 فكان المتوسط يساوي 14.7333 سنة. هذه سنة يعني متوسط الآن تعليم أرباب الأسر ل 15 أسرة كان 14.733 سنة. أما متوسط متغير واي أي اللي هو دخل الأسرة، لاحظوا دخل الأسرة الآن متوسط الآن اللي هو واي بار هنا كما تلاحظون هو مجموع الواي اي مجموعها كلها على قسم على حجم العين اللي هو نون. هنا لاحظوا لي ارجعوا الجدول 3 7 6 كذا كذا حتى ننتهي 25 27 30 فجمعناهم هنا 3 زائد 7 زائد 6 زائد زائد الى زائد 25 27 30 على 15 بكون بالحاله هاي المتوسط 13.2666 دينار 1000 دينار طبعا 1000 دينار عفوا 1000 دينار متوسط دخل ال 15 اسره اللي قدامهم. الان نفك نقوم بفك اقواس صيغه التباين المشترك. هذا هو الكوف اوف اكس واي يساوي حاصل جمع الفرق بين اكس اي واي اي مضروب في الفرق بين واي اي واي بار. اوكي اذا اكس اي ناقص اكس بار بالقوس مضروب في واي اي ناقص واي بار اللي هو المتغير اللي هو عدد السنوات مطروح منها بالحاله هاي متوسط عدد السنوات. وعندي هون دخل الاسره مطروح منه الان متوسط دخل الاسره على نون ناقص واحد. لاحظوا الان عمليه الضرب، دعني الان بعد اذنكم امحى الان امحى هاي الاشياء مشان ابين كيف عمليه الضرب اصبح يعني حصلت. اوكي ارجع للقلم الان القلم هذا هنستخدم الخط الازرق هذا. اوكي فهذا نضرب هذه اكس اي في واي اي نخلي اشاره الجمع موجوده. لاحظوا لي هنا موجوده فلما ضربنا اكس اي واي اي طلع عندي اكس اي مضروب في واي اي بعدين اكس اي في واي بار هاي اكس اي في واي بار ثم الآن X bar في Y I هذه X bar في Y I وأخيرا X bar في Y bar هذه الآن المجموع هنا. خليني بس أمحى مشان ما نخربطش عنا هنا. إذا عرفنا كيف عملية الجمع الآن بإذن الله نستفيد من العلاقة. الآن العلاقة تعريف الآن متوسط كما ذكرناها قبل قليل هنا متوسط اكس هو عبارة عن حاصل جمع القيم مقسم على حجم العينة ان. لو ضربنا ضرب تبادل نون في اكس بار تساوي مجموع اكس اي اذا بنستفيد من هذه العلاقة هنا اكس بار يساوي مجموع اكس اي على ان. هذا يعني انه اذا ضربنا ضرب تبادل نون الان او ان في اكس بار تساوي هذه القيمة فعلا ان في اكس بار يساوي المجموع ساستفيد منها في تحليل هنا يعني بالتهوين عليه وبالتسهيل. واستفيد من العلاقه الثانيه اللي هي واي بار تساوي مجموع واي اي مقسم على ان. فاذا ضربت ضرب تبادلي الان هكذا هذا الضرب يعني انه طبعا تساوي هذه القيمه ما يعني انه هذا يعني انه ان واي بار تساوي مجموع الواي اي. بالعوده الى صيغه التباين المشترك نجد طبعا انه عندما فكينا الاقواس كانت النتيجة هكذا. فإذا مندخل الآن ما يسمى بمشغل الجمع السوميشن أوبريتر هذا مندخله هنا بتطلع النتيجة الآن مجموع اكس اي واي اي هذه ناقص الآن هذا ثابت بالنسبة إلي بيطلع خارج السوميشن فبصير ناقص واي بار في مجموع اكس اي هذه بعدين هذه ثابت مجموع سالب طبعا هنا سالب وهنا سالب سالب اكس بار في مجموع الواي اي زائد كم مره جمعنا هاي نون مره بالحاله هاي جمعناها فبتطلع زائد ان في اكس بار واي بار. الان ساستفيد من العلاقات التي ذكرتها قبل قليل. هذه العلاقه مهم جدا نستفيد منها هنا لاحظوا لهون
هنا، وهذه العلاقة الآن بدي أستفيد منها كذلك أمر هنا هنا. أوكي؟ أي أن الآن لما ندخل السوميشن أوبريتر الآن بصير عندي مجموعة إكس أي واي، هذه أي واي بار عوضت الآن عن مجموع إكس أي بالقيمة هذه أن إكس بار، لاحظوا وضعت بدالها أن إكس بار هنا، ومجموع الواي أي هنا وضعت مكانها أن واي بار. فعندي الآن ناقص اللي هو سالب واي بار في أن في إكس بار اللي هي أن إكس بار واي بار، وهنا لاحظوا لي أن إكس بار واي بار، يعني هنا أن في إكس بار في واي بار، وهنا سالب أن في إكس بار في واي بار، هون عندي مجموع زائد طبعا أن إكس بار واي بار، وبالتالي واحد منهم تشطب الثانية. خليني أمحى مشان بالضبط أبين أمامكم أحبتي جميعا أنه الآن هذه تنشطب مع هذه أو هذه بس واحدة، وبالتالي بكون بالحالة هاي النتيجة الكوفارينس تساوي كوفارينس للإكس واي يساوي مجموع إكس أي واي أي ناقص أن إكس بار واي بار، فقط واحدة بتتمها تبقى عندي. أوكي؟ ما يعني الآن من الحسابات لاحظوا الآن إنه هذا متوسط الإكس أي هو 14.733 كما ذكرناها، حجم العينة 15، متوسط الواي أي هو 13.266، مجموع حاصل ضرب الآن لأنه هنا بحاجة إني أضرب وأجمع، ضربت الإكس أي في واي أي وجمعتها، مجموع حاصل ضرب هالأشياء هاي تساوي 3876، وبالتالي الآن الكوفارينس بين إكس أي واي أي يساوي 3876 سالب 15 حجم العين اللي هي N كما ذكرناه هنا، هذه N في إكس بار في واي بار، بتكون النتيجة النهائية تساوي 944.0880 على 14 وناقص 1 من 14، وبتساوي بالحالة هاي الكوفارينس أو التباين المشترك يساوي 67.4348. هاي أول نتيجة احتجناها. نعرف الآن معامل ارتباط رو، هذا الرمز الإغريقي أو اليوناني رو بين المتغيرين، فيعرف رياضيا رو اكس واي اي اللي هو الـ 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 الارتباط بين المتغيرين اكس اكس اي واي طبعا يساوي حاصل قسمه الكوفارينس بين المتغيرين مقسم على حاصل ضرب الانحراف المعياري للمتغيرين، حيث ترمز سيجما اكس اي الى الانحراف المعياري للمتغير اكس اي، وترمز واي اي عفوا سيجما واي اي الى الانحراف المعياري للمتغير واي اي. ما يعني الآن نحتاج إلى حساب تباين كل متغير حتى نحسب ما يسمى بالانحراف المعياري لكل منهم كي نحصل على الانحراف المعياري. يعرف الآن تباين إكس أي رياضياتياً الفار variance، هذا الفارينس كما ذكرت سابقاً يساوي مجموع مربعات الفرق بين كل متغير ووسط الحساب تربيع. اوكي لاحظوا لي هذا المتغير مطروح منه متوسط الحسابي تربيع مقسم عنه ناقص واحد لاننا نتحدث عن عينه. بالحاله هاي عند فك الاقواس نحصل على هذه الصيغه، لكن الصيغه النهائيه بدي استفيد الان كذلك الامر من هذه التي ذكرتها قبل قليل، اكس بار تساوي مجموع الاكس اي على ان، اذا ضربنا ضرب تبادل بيطلع عندي الان ان في اكس بار يساوي مجموع اكس اي، وراح استفيد طبعا منها دواعي. فلما نفك القوس لاحظوا الان نربع هذه مربعها، خليني يعني الان امسح هذه الاشياء اقول لكم بالضبط كيف حصلنا على الـ هنا يعني فكنا القوس، هذا تربيع كي هيو هنا تربيع، بعدين ناقص لان الاشاره سالب ناقص 2 في هذه في هذه اللي هي سالب 2 اكس بار في اكس اي، واخيرا هاي الان السالب لانها مربعه تصبح موجب فبصير عندي زائد اكس بار الكل تربيع، هذه وضعناها هنا. اذا داخل القوس لا مجموع داخل القوس اكس اي تربيع ناقص 2 اكس بار اكس اي
زائد اكس بار الكل تربيع. السوميشن هاي إشارة الجمع تدخل على الإشي المتغير هنا وهنا، لاحظوا لي. فبدي أستفيد الآن عندما أضع هذه الصيغة أستفيد من هذه القيمة، بيطلع عندي N X بار بضربه في طبعا 2 X بار، بيطلع عندي بالأخير يعني النتيجة الآتية، إنه التباين أرجو التدقيق فيها هذه مرة ومرتين ثلاثة عدة مرات، يعني ارجع المقطع عدة مرات حبيب الطالب والمتابع، ارجع عدة مرات حتى تستنتج بأن الصيغة النهائية للفارينس هو مجموع اكس اي تربيع ناقص ان في مربع الوسط الحسابي مقسم على ان ناقص واحد. بالتالي يعني نحتاج الى تربيع هذه القيم، حصلنا عليها هنا وجمعناها، فكان مجموع مربعات الاكس اي تساوي 4315، وهذا متوسط حسبناه قبل قليل. وبالتالي تباين المتغير اكس اي يساوي 4315، هذه القيمة هنا، بعدين ناقص الآن حجم العينة N في مربع الوسط الحسابي لها للمتغير مقسم عنه ناقص 1.14 ويساوي 1058.94874. فبكون بالحالة هاي تباين المتغير XI يساوي 75.6391. ما يعني بأن الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لهذه القيمة كما ذكرنا هنا. هذا الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين ويساوي الجذر التربيعي ل 75، هذه القيمة هنا لاحظوا لي وضعناها تحت الجذر التربيعي، اوكي، فبيطلع عندي تباين المتغير XI هو 8.6970 بعد ما قربنا، يعني بعد التقريب البسيط. بالطريقة ذاتها حسبنا تباين المتغير YI فكانت قيمته 70.4952، وضعنا هذه القيمة تحت الجذر التربيعي فكان الانحراف المياري للمتغير YI 8.3961. بناء على كل ذلك الآن معامل الارتباط يساوي الكوفارينس الذي حسبناه أعلاه مقسم على حاصل ضرب الانحراف المياري لأكس مضروب في الانحراف المياري لواي، وبالتالي يساوي 67 هنا 67.4348 مقسم على حاصل الضرب هنا يساوي 73.0209، أي أن معامل ارتباط كما ذكرت لكم بالمحاضرات السابقة بأنه محصور دائما وأبدا، رو محصور بين سالب واحد وموجب واحد، هنا موجب واحد صحيح، أوكي، هنا 92.5%، بمعنى أنه يعني الارتباط قوي جدا يقترب من الواحد صحيح الموجب، أي أن العلاقة قد تكون كما يلي. الآن لاحظوا لي هنا كما وضعتها تقريبا هنا، هذا ارتباط قوي جدا، رو بيكون تقريبا واحد صحيح، هون الرو تقريبا هاي يعني إشارات تقريبا انها سالب واحد صحيح، هون تقريبا الرو تقريبا لاحظوا لي تقريبا صفر. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا ان اكون قد قدمت لكم الفائدة لكم احبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.